في كل مكان وحلقة جديدة. يوم إن شاء الله بإذن الله هادئ، واللي جاي إن شاء الله بإذن الله أفضل ومختلف. عايز أقول لكم أزمة محمد فضل وكهرباء، أزمة اتكلمنا عليها كتير واتكلمنا امبارح كتير جدا جدا جدا، وشرحنا وقلنا تاني وتالت ورابع إن الموضوع كان رايح لجنة الانضباط، والمخطئ يعاقب. كهرباء مخطئ يعاقب، فضل مخطئ يعاقب. النهاردة كهرباء كان في اتحاد الكورة، عمرو الجنايني عمل جلسة صلح أو جلسة أو قعدة النهاردة ما بين كهرباء ما بين فضل. الناس النهاردة أكيد عايزة تعرف أسرار الجلسة، والناس النهاردة عايزة تعرف إيه اللي حصل في الجلسة. اللي حصل في الجلسة إن هما اتصالحوا بقى. تفاصيل الصلح، اتصالحوا إزاي، مين عاتب مين، ما بين كهرباء وفضل كان في بعض الرواسب القديمة من مباراة السوبر. عمرو الجنايني لقى ان في توقيت لابد ان يتدخل فيه، ولابد ان هو يحل سيلفي. سيلفي يعني ايه؟ واحد هيطلع يقول لي طب ما في النهارده لائحه وفي، ايوه، ولكن دائما وابدا في قعدات ممكن يحصل فيها تهدئه للامور، وطالما الطرفين ارتضوا بذلك بقت الامور هادئه. الاثنين فضلوا هذا، فضل النهارده فضل ان خلاص مفيش مشاكل، طالما هو الراجل جه اتحاد الكره وقعد والامور مشيت بشكل جيد خلاص ازمه ماشي. اكيد في تفاصيل واسرار للجلسه، يعني اكيد فضل قال حاجات لكهربا وكهربا قال حاجات لفضل، هي ما تعنيناش او ما تعنيش الناس. ممكن يكون هناك عتاب، ممكن يكون هناك زعل، ممكن النهارده فضل يقول له انت متربي عندنا في البيت، انت كان ليك علاقه بابن اختي وكنت صاحب فلان الفلاني واللي بيني واللي بينك وحاجات كتير جدا جدا جدا. والكلام ده ما كانش سر، كان فيه الاستاذ عمرو الجنايني والاستاذ وليد العطار، ولكن الاستاذ عمرو الجنايني اخد قرار من بدري ان هتتحل بهذا الشكل. ايه دلوقتي احنا في انتظار ايه دلوقتي؟ في انتظار صيغه ورقيه للمشهد، يعني في انتظار حاجه تطلع مشتركة ما بين اتحاد الكرة ما بين النادي الأهلي يرضي الجميع. يعني إيه يرضي الجميع؟ يعني يرضي الجميع ممكن يكون محمد فضل شايف النهاردة إن أنا لا، أنا فضل مثلا النهاردة كهرباء نزل ما سلمش عليا، فده ممكن شيء مثلا زعلني. أنا بقول دي مش وجهة نظر فضل، أنا بقول وجهة نظري أنا. ممكن كهرباء بيقول أنا المرة دي ما عملتش حاجة، أنا المرة دي مظلوم، سلمت ما سلمتش ده قصة شخصية ليا، أنا لا تجاوزت ولا ابتديت ولا لي علاقة بالموضوع. وأعتقد إن ده الحديث اللي كان داير ما بين كهربا ما بين الكابتن سيد عبد الحفيظ. ولكن في النهاية هو مشهد جمهور الأهلي زعل إن مشهد أخذ جمهور الأهلي من فرحته. جمهور الأهلي دايما يقول لك إيه؟ ما تضيعش فرحتي لأن هي أصلا قليلة، فرحتي مش كبيرة، أنا بفرح قد إيه؟ كام ساعة؟ يوم وخلصت القصة على كده، وخلص الشغلانة وابتدي أستعد من أول وجديد. آدي اللي جمهور الأهلي دايماً بيفكر فيه. عايز أقول لكم إن أكيد برضه فضل في جزء من قراره كان دي حساباته. حساباته إن جمهور الأهلي في توقيت بيفرح فيه، فأنا مش عايز أخش في الفرحة دي ولا أكون عنصر إن أنا أبوظها. ففي الآخر نقول انتهت الأزمة، انتهى الموضوع. انتوا عارفيننا دايما في حتة الصلح ما نتأخرش، نروح على طول في دقيقة ونقول الحمد لله خلص الموضوع. مش عايز اقول لكم التفاصيل بقى ان هي كانت ماشية ازاي، وكان في استدعاء بكرة، وكهربا كان رايح، والعميد محمد مرجان كان رايح، وفضل كان برضو الأهلي برضو قدم شكوى، فكانوا هيسمعوا برضو الأقوال الأخرى. ما عادش كل ده في النهاية مهم. كل ده في النهاية مش مهم ليه؟ لأن الموضوع انتهى، الموضوع خلص. أنا دايما صاحب نظرية اللقطة الحلوة والصورة الحلوة، ننسى اللي فات، انتهى الموضوع، انتهى أزمة كهرباء وفضل، وهي دي الصورة الحلوة. الفرحة على طريق مؤمن زكريا، الفرحة بالطريقة الحلوة، اضحك الصورة تطلع حلوة. هو ده دايما المشهد
اللي احنا بنستناه. في الاخر خلصت الازمه، نحن في انتظار خلال الساعات القادمه بيان مشترك ما بين اتحاد الكره ما بين النادي الاهلي ينهي الازمه تماما. ده ما يخص النادي الاهلي.